هو الموضوع صعب صدقيني 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 قسما بالله هو الموضوع صعب صدقيني 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 قسما بالله زور خاص الفنان احمد العوضي والفنان ياسمين عبد العزيز في عزاء المنتجين الثلاثه بعد تشييع القصرين. حضرت الفنانة ياسمين عبد العزيز جنازة المنتج حسام شوقي التي أقيمت في كفر الزيات، وظهرت في حالة انهيار تامة متأثرة برحيل صديقها المقرب وتواجد أحمد العوضي بجانبها في أول ظهور لهم سويا بعد الانفصال. وحرص عدد كبير من نجوم الفن على السفر إلى كفر الزيات لحضور جنازة المنتج الراحل حسام شوقي ورفاقه بعدما وقعوا ضحية حادث كبير على طريق الضبعة. وحضرت جنازة المنتجين الثلاثة كل من الفنان أحمد السقا وأحمد عيد وأحمد صلاح حسني وإيمان العاصي أحمد العوضي ياسمين عبد العزيز محمد رجب وغيرهم، وكان جميعهم في حالة انهيار تام. وشيع المئات من الأسر والعائلات في أهالي كفر الزيات. جسامين المنتجين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل والذي لقوا مصرعهم أثر تعرضهم لحادث.